سلام، كاين بزاف اللي قالوا لي بلي الطفيره اللي درتيها تاع البصل ما فهمناهاش، قالوا كنت تعاوديها هنا. بون اللي درتها لكم بالبصل اليابس سي با سا، ما صوتو ما بانكمش مليح في الفيديو. بون دون هنايا عندي بصل الاخضر كما راكم تشوفوا هنايا، نحطو زوج حبات هكا، نجيبو حبه هذه منها فوالا، نحطو هذايا من الفوق وبعد نفوتو هذايا نخرجوه من هاد الجهه. فوالا هنا راني خرجته من هنايا، دوكا نعاود نجيبو لهنايا ونسيد نصير مليح باش الشعيرة تاعي ما تجينيش يعني مخيله. فوالا نصير مليح هنايا هكا، بعد نعاود نجيب واحدة أخرى من هاد الجهة نفس الشيء، نعاود نحطها منا ونعاود نفوتها من تحت ونخرجوها منا. فوالا راني خرجتها منا، نعاود نجيبها من هاد الجهة ونفس العملية نكرروها كما خدمناها في الاول. نجيبو هذه لهنا، نحطو هذه منا ونعاودو نفوتوها منا ونخرجوها منا. اسمحوا لي راني بيد وحده سي بوغ سا ما كاش كيفاش ندير. نديرو هذه لهنا ونخرجوها من هذه الجهه ونعاودو ندوروها. فوالا هنايا اي كانت كما طفيره، دوك نوريكم كي نعلقوها في الحيط. فوالا الطفيره تاعنا نحصلو على هذا الشكل. فوالا وهنايا نرطوها بالرافيه كما وريتكم في الفيديو السابق.